الحجاج والبدوي. في أحد الأيام أراد الحجاج أن يعرف ماذا يقول الناس فيه، فلبس ثياب راعي غنم حتى لا يعرفه أحد، وأخذ يتجول في الشوارع، فرأى بدوياً يركب جملاً، فسأله: هل تعرف الحجاج؟ نعم، أعرفه. ما رأيك فيه؟ تنهد البدوي فقال: الحجاج هو أقبح وأسوأ رجل عرفته في حياتي. إنه أدخل ابني السجن بدون سبب، وأسأل الله أن ينتقم منه. فقال الحجاج: هل تعرفني؟ لا، لا أعرفك. أنا الحجاج. لم يرتبك البدوي من الحجاج، فقال له: وهل تعرف من أنا؟ لا، قال الحجاج. فقال البدوي: أنا مجنون، وأحياناً أتكلم كلاماً تافهاً. فضحك الحجاج وانصرف دون أن يعاقب البدوي.